ومن خصائص يوم الجمعة قراءة سورة الكهف في يومها، لما جاء عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق، وفي حديث آخر: ما بينه وبين الجمعة الأخرى. معنى هذا الحديث أن من يحرص على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة يكون له نور ما بينه وبين جمعته الأخرى، فيستقبل أسبوعه بإذن الله بانشراح صدر وقلب على طاعة الله. وما بينه وبين البيت العتيق فيه أيضاً دلالة على أنه يحصل له نور بإذن الله عز وجل بعد موته.